بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، حديثي معكم اليوم عن خصلة هي خصلة يكرهها الله ورسوله، هي منع الصدقة. في مجتمعنا أخيار كثر يتسابقون لعمل الخير والصدقة والإحسان، ونقيض ذلك فئة تجادل في إعطاء الصدقة وإخراج الزكاة بحجج عدة أو اختلاق الأسباب لعدم إعطائها. لذلك وهناك من لا يشجع الناس على فعل الخير فيكون مناعا للخير الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك. أيها الإخوة، أيها الفضلاء، لا تتقاعسون في العطاء، فللصدقة فضائل وفوائد، ولا سيما أنها باب من أبواب الخير والفلاح وسبيل إلى الفوز برضوان الله تعالى سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. والصدقات الطيبة تطهير وتزكية للنفوس، كما أن من الصدقة ما يكون من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان. فلقد صح عند الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان. والمعنى كما جاء عند بعض أهل العلم يشير أن بذل الصدقات والحرص عليها دليل قاطع وبرهان حاسم على إيمان صاحبها ودينه ومحبته لله تعالى، كما أن الصدقة تنمية وزيادة للأموال وتنمية للأجر والثواب الذي يحصل عليه المتصدق عند الله سبحانه وتعالى، وفيها سداد للحاجات وحاجات الفقراء والمحتاجين، وسبيل لجلب السعادة إلى نفوسهم ورسم الابتسامة على شفاههم، وهي وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد، وطريق إلى انتشار الرحمة والتآخي والمودة بين الناس، كما أنها تدفع بإذن الله تعالى النقم والمكاره والإسقام عن صاحبها. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حرص من حرص على الإكثار من الصدقات دعي يوم القيامة ليكون من الداخلين إلى الجنة من باب الصدقة. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله من ما صنعت يمينه. أيها الأفاضل، تصدقوا ولا تخشوا الفقر، فإن المجازي هو الله الغني الكريم. واعلموا أن للصدقات منافع وفوائد وفضائل ينبغي للمسلم أن يتأملها وأن يشهد في تحصيلها ونيل أجرها وثوابها. فالصدقة سبب في دعاء الملائكة للإنسان أن يزيد الله سبحانه وتعالى في ماله وأن يبارك له في رزقه. فقد صح عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلاني فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والصدقة تطفئ الخطيئة، لما صح في سند الترمذي عن كعب بن عجرة أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة سبب لعلاج الأمراض وحماية الأعراض بإذن الله تعالى. فعن عبد الله بن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة البسيطة تغنيك عن مراجعتك للطبيب، تغنيك عن دخول المستشفيات. البعض يظن أن كلمة الصدقة إلا أن يتصدق بالآلاف والملايين. لا، تصدق ولو بشق تمرة. أيها الإخوة وأيتها الأخت،
صدقتك وإن كانت قليلة فهي في ميزان الله تعالى عظيمة، وقد تكون رغم صغرها حجاما لك من النار. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة. أي عطاء إلهي هذا؟ فالمال مال الله تعالى، والعطاء منه، والجزاء للعباد. أليس هو القائل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أي كرم من هذا من الله لهذا المسلم؟ فهو الرزاق له وهو المعطي له، ولكنه يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أخي العزيز، أختي العزيزة، تتمنى وأنت بالقبر الغوث من حر القبر وكربه، ولكن تصدقك اليوم، تصدق اليوم، فصدقتك تنجيك من حر القبر وحر الآخرة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم. فعن عقبة بن عامر أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفي عن أهلها حر القبور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. عندما تريد الصدقة يجتهد عليك الشيطان وأوليائه فيمنعك بأساليبه الخبيثة، وأول ما يخوفك منه هو الفقر. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان له أناس من الجن والإنس، هؤلاء يسيرون أعمال الشيطان ويحرضون الناس ويمنعونهم من الصدقة بتخويفهم بالفقر والحاجة في المستقبل. أما الله سبحانه وتعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فبصدقتك مغفرة وفضلا، وبخوفك من الفقر اتباع الشيطان، فكن مع عطاء الله سبحانه وتعالى ولو بالقليل، ستجدها في الآخرة قد نمت بيد الرحمن وكبرت وعظمت في الأجر والقيمة والحجم، كما أخبرنا بذلك الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما قال: وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. أيها الإخوة الفضلاء، أما أنواع الصدقات فهي من فضل الله تعالى كثيرة، جعلها الله تعالى بأعداد وسبل كثيرة لتكون حجة على المسلم، فلا بوسعه الهروب منها، إذ أن منها ما يكون بالقول، ومنها ما يكون بالعمل، ومنها ما يكون بمجرد النية. وخير ذلك على خير دليل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة. ولهذا فإن من الخطأ الكبير أن يحصر الناس مفهوم الصدقة في مجرد بذل الأموال وإخراجها من النقود للفقراء والمساكين، أو صرفها في أوجه الخير المتعددة. فقد جاءت تعاليم الدين الحنيف وتوجيهاته لتوضح لنا أن هناك أوجها كثيرة لبذل الصدقات وأنواعها متعددة لفعل الخير بنية الصدقة. وانطلاقا من هذا المعنى، فإن من أنواع الصدقات التي أرشدتنا إليها تعاليمنا وتوجيهاتنا عن الإنفاق على الأنفس والأهل والأولاد والإحسان إلى الناس. أيها الإخوة، اتقوا الله وكونوا من المتصدقين لتفوزوا برضا الله سبحانه وتعالى وجنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم إلى الصلاح وإلى الجنة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.